السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة يمن شباب، متابعي برنامجكم المباشر الخط الساخن، أرحب بكم أجمل الترحيب في هذا البرنامج الذي نتمنى أن تجدوا مخرجاته ملموسة بين المواطنين. وأرحب بأول مشارك معنا في هذا اليوم. ألو 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 ألو، مرحبا، حياك الله. حياك الله خير، تفضل. من معي يا أخي؟ معك الأستاذ رمزي من محافظة عدن. رمزي 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 من أي محافظة؟ معك الأستاذ رمزي. الأستاذ رمزي من أي محافظة أستاذ رمزي؟ من مدرس في محافظة عدن. محافظة عدن، حياك الله أستاذ رمزي، تفضل أستاذ. محافظة عدن مديرية دار سعد. تفضل يا أستاذ، تفضل. اسمع بصوت التلفون يا أستاذ رمزي لو سمحت. الو استاذ رمزي، والله موضوع انا علشان الرقم الوظيفي. اتمنى يا استاذ رمزي تسمع عن طريق التلفون يا استاذ رمزي تكرما يا اخي. وطي التلفزيون شويه لو سمحت، واسمع من التلفون، الله يكرمك. ايوه ألو. ايوه تفضل. معك معلم من الموظفين 2011. ايوه يا اخي، موضوع انا هنا من 2011 للان ما فيش معانا رقم وظيفي، وفي نفس الوقت لان طبيعه العمل ما استلمناهاش. اولا ما فيش معكم رقم وظيفي؟ ما فيش رقم وظيفي. طيب انتم من ضمن ال 60,000 وظيفه اللي نزلت في 2011؟ ايوه. اها، ولهذا بعدين يقولون هل انتم موظفين يعني من قرار سياسي؟ اها، يعني كيف يعني قرار سياسي يعني يوظفون هنا بعدين قرار موظف سياسي يعني يقولون هنا موظف بقرار سياسي بقرار رئاسي؟ الموظف موظف. طيب ايه، والرقم الوظيفي لحد الان لا فارق الان غلقت 3 سنين وما فيش رقم معنا رقم وظيفي. اها، ومعنا ذحين زملاء لنا توفوا. كم عددهم؟ 4 تقريبا. كم؟ 4. 4 نفس الموضوع ها؟ ايوه، لما توفوا اقول اسال حقهم ايش يستلموا رواتبهم. اها، علشان اطفال المتوفين. اها، قطعوا عليهم الراتب، قالوا لهم هذا مش موظفين عندنا عادهم. كيف قطعوا عليهم الراتب؟ توفوا قطعوا عليهم الراتب؟ ايوه، قالوا هذا مش موظفين عندنا. واسمائهم مدرجه وكانوا يستلموا رواتب. ايوه كانوا يستلموا رواتب، بس بعد ما توفوا. اها، ابي خسر حقهم ايش يستلموا المعاش؟ ما استطاعوش. طيب اطفالهم قصار صغار؟ اطفالهم ايوه، في اطفال صغار، في احد اللي هي دكتور ارمله. طيب هل دفعتوا بالموضوع الى مكتب التربيه ولا فعلتوا شكوى ولا شيء؟ والله طرحنا موضوع على في التربيه والخدمه المدنيه وعند المحافظ وعند الماليه. أه، ولكن للاسف ما فيش اي استجابه لحد الان. وظفوا في 2012 في محافظه عدن 300 موظف. ايوه، وادرقوهم ويستلموا حقهم طبيعه العمل ويستلموا كل شيء، يعني مع البدائل كل حاجه الا نحن بقرار سياسي. طيب نتمنى ان يكون معنا الان على الخط احد المسؤولين، ما ادري في الكنترول احد المسؤولين موجودين معنا في الخط الان. يتم التواصل مع مدير مكتب التربيه بمحافظه عدن. طيب يا استاذ، ولا حد ابدا استجاب لمطالبكم؟ ما فيش اي استجابه، على اساس انه قبل اسبوعين. كم عدد العدد كامل؟ 4 ولا كم العدد بالضبط؟ تقريبا 4 اللي حصلوا لنا هنا، من 4 الى 3. هذا عدد الموظفين ولا من هم؟ ولا هذا الموظفين 2011. هذا 2011. ايوه ايوه ايوه. طيب الله المستعان. طيب ما مكتب التربيه عندما قدمتوا لهم ما ردوش عليكم بشيء بايجاب ولا شيء؟ والله قالوا لنا بيرسلوا مندوب، وقالوا لنا بيرسلوا فاكس، ولكن ما فيش اي استجابه من وزير الماليه ولا من الخدمه المدنيه. يا استاذ رمزي، الاربعه اللي ذكرتهم، هذا الاربعه اللي توفوا ام المدرسين الذين لم كامل؟
لا لا هم أربعة أنفار معنا اللي هم توفوا. ها ثلاثة اللي توفوا. ايوه اربعه. ها طيب أيوة امد نفهمها بس، ثلاثه الذي توفوا وقضوا عليهم الراتب. طيب كم عدد، كم عدد الموظفين الذي في 2011 اللي تم اعتمادهم في درجات الوظيفيه عام 2011؟ 2893 لمحافظه عدن. 2893 مدرس؟ ايوه. هؤلاء ما استلموا حقوقهم لحد الان ولا رقم الوظيفي ولا شيء، ولا شيء، ولا اي استجابة. من هؤلاء ثلاثة توفوا. من هؤلاء ثلاثة. ثلاثة توفوا. ايوه خبر يعني. الله يجزي المشاهدين، اذا كان 2893 موظف الى هذه اللحظة من يقومون بالتعليم وتعليم الجيل وبناء الجيل، مهم جدا على وزارة التربية والتعليم ان تهتم بالمعلم لكي يخرج جيل واعي فاهم. الاهتمام بالمعلم هو صانع الحضارة، المعلم هو صانع الجيل. المعلم في الخارج يستلم مبالغ هائلة وعنده حصانة لكي يتفرغ نفسيا، لكي يعطي أكثر، لكي يبني جيل بوعي. لكن الحمد لله رب العالمين. نحن مواطنين يمنيين. أكيد أكيد أغلى أكيد إن شاء الله. طيب لنا حقوق. أكيد لكم حقوق، والمواطن بشكل عام له حقوق وعليه واجبات. لكن نتكلم عن شريحة المعلم. المعلم لنا. المعلم له مكانة خاصة، له مكانة خاصة في المجتمع. ما أدري أن كنترول الأخوة في الكنترول تواصلوا مع أحد المسؤولين. نحن عملنا على حقوقنا. طيب إحنا الآن من الكنترول، أعزائي المشاهدين الكنترول الآن يتواصل مع الأستاذ سالم مغلس مدير مكتب التربية بمحافظة عدن، وكان موافق أن يشارك معنا في هذه الحلقة. لكن لا أعلم يا أستاذ سالم لماذا أغلقت تلفونك، وأنا متأكد يا أستاذ سالم أنك تشاهدني الآن، أنا متأكد مثلك مثل كثير من المسؤولين الذين يقولون نحن مستعدين، لكن قدر الله. لكن إن شاء الله أكيد أكيد أنك بتفتح تلفونك إن شاء الله، أكيد وأنا متأكد، لأن أستاذ سالم تربوي وإنسان فاهم، وإن شاء الله يكون معنا في الخط بإذن الله، أتمنى ذلك. أستاذ سالم أتمنى بس إن كان الشحن ولا شيء قدر الإمكان أنه ترتبط معنا في الخط، لأنه الإنسان أنت إنسان تربوي ما شاء الله ولك بصمة بإذن الله. ما أدري الأخوة في الكنترول تواصلوا مع الأستاذ سالم أو أحد المسؤولين في التربية في محافظة عدن؟ ألو؟ اجتمعنا نحن المندوبين اجتمعوا. الأستاذ سالم موجود؟ أي طيب الحمد لله. أعزائي المشاهدين إذا كان سوء ظن منا الأستاذ سالم، لكن الحمد لله الأستاذ سالم لبى النداء وتلفونهم فتح الحمد لله رب العالمين. و أشكر الأستاذ سالم. أستاذ سالم معي في الخط. أعزائي المشاهدين الكرام، نعتذركم لهذا الخلل الفني الذي حصل، لكن إن شاء الله نتمنى ألا يتكرر في المستقبل القريب. وباسمكم أيضا نرحب بالأستاذ سالم مغلس، حقيقة كان تلفونه مفتوح لكن حصل لبس. الأستاذ سالم. نعم. كيف حالك يا أستاذ سالم؟ أعطيك العافية. أولا أشكرك على تفاعلك وتبنيك ومشاركتك في برنامج الخط الساخن، أهلا وسهلا بك. الله يخليك. الله جزيلا. الله، سمعت قضية الأستاذ رمزي في شكوى؟ كان هناك مدرسين من ضمن 2893 مدرس تم اعتمادهم عام 2011، وإلى هذه اللحظة لم يستلموا لا الرقم الوظيفي ولم يستلموا أيضا بدل العمل والإجراءات اللي بيتم لكل موظف. ما رأيكم فيما قيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الو، معك تفضل يا استاذ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المشكلات الموظفين 2011 منهم 2893، وهذه طبعا وظائف جاءت في 2011 على مستوى الجمهوريه كلها. صحيح. ف 60,000 تقريبا موظف على مستوى الجمهوريه ظلوا فتره سنتين وراء بعض يستلموا مرتبات متقطعه. ايوه، يعني كان ما في هناك ميزانيه خاصه لهؤلاء الناس.
اي نعم. وطبعا بالتدريج حتى انه ايوه وزاره الماليه ومجلس الوزراء عالقوا القضيه، فبلاو يعني يصرفوا المرتبات بشكل يعني منتظم. ونحن كنا، هل تعتقد انه في اي مسؤول بيوظف واحد عنده في التربيه او في اي مكان بيخليه كذا معطل بدون حساب ولا رقابه ويستلم راتب ويعني وهكذا ضايع؟ لا يمكن. اي مسؤول يشيع عمليه الضبط والربط وهذا من خلال المرتب، من خلال نحن السنتين هذه عارفين ان المساله كانت يعني ليس بايديهم ولا بايدينا. طيب. لكن الحمد لله ان انتظمت العمليه وبدات يعني تستقر، بدات الان الامور. نحن نرتب العمليه في جانب الملفات لما جينا، يعني انا فعلا استلمت الاداره في 2012 فبدانا نرتب الملفات وجدنا ان كثير من نقص الوثائق موجوده داخل. نقص في وظائف اللي تقدموا، وظائف المدرسين الجدد 2011 اي، وبعد كان ما فيش استعداد، ما فيش هناك استعداد على اساس انه يعني بالنسبه للخدمه المدنيه لما اتخذوا قرار على اساس انه الان خلاص بيبدا نجمع الملفات ونرفعها الى صنعاء ونجمع الوظائف. لما اجانا الاجابه انه يلا الان يرفع الملفات، حاولنا نجمع بقدر المستطاع وشكلت لجنه من الموظفين 2011 لانهم يجمعوا من اصحابهم يجمعوا كل الوثائق رفعنا الملفات الى صنعاء. الان في دورنا من صنعاء الى الوزاره، من الوزاره تنتقل الى الخدمه المدنيه. الاجراءات ماشيه على قدم وساق. بالنسبه لمكتب التربيه في عدن استكمل حق الوثائق والملفات، ارتفعت الى محافظه الى الوزاره، من الوزاره الى الخدمه المدنيه. الان يراجعوا هناك في صنعاء، يراجعوا الملفات من جديد، والان خلال الايام القادمه سيكون هناك الترقيم الوظيفي لهم. طيب ليش ما تكلمتوا معهم لماذا لم تتكلم؟ هل خاطبتم المدرسين هؤلاء بهذا الكلمات الرائعه؟ كلهم عندهم المعلومه هذه كامل. طيب هم الان قالوا اضربوا لمده شهر كامل. الاضراب لمده شهر هل ضرب المسيرة التعليميه؟ يا اخي الاضراب بس فقط في عدن مش بكل الجمهوريه. ايوه في عدن، في عدن اتكلم في عدن. ما لا انا اكلمك، لا هذه يا اخي هذه مشكله عامه، هذه مشكله عامه ليس بايدينا الان. نحن الان بلغنا، لحظه خلينا، الان الموضوع انتقل الى الوزاره، من الوزاره الان الى الخدمه المدنيه، خرجنا لهم فتوى، خرجنا فتوى ممتاز. الى الخدمه المدنيه حلو، الى في رساله من الوزاره الى الخدمه المدنيه خرجنا الفتوى. الفتوى هذه الان في وزاره الماليه، وزاره الماليه تقول ما عندي فلوس. في وجهه نظرك يا استاذ سالم متى تنتهي هذه المشكله؟ في وجهه نظرك انا هذه مش انا اللي احل المشكله هذه، لا في وجهه نظرك انت. انا 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 وجهه نظري انه اذا كان هناك في حل، اذا هناك في حل على اقل حاجه يعطونهم حق الشهر هذا السنه دي يعني لا يجيبوا لهمش باثر رجعي بحيث انه يطمئن المدرسين. صح. ونحن نحن متفاعلين مع حقوقهم مش متفاعلين. ايوه. ليش الدوله تعطيهم حقهم الان؟ يعني على الاقل يعطونهم حق ابريل، ما يعطونهم من الان وبعدها يقدرون حقهم الاثر رجعي. لكن لا يخلوش المساله يعني تتراكم يبقى بعدين عليهم دين كبير الدوله. صحيح. فانا قصدي موضوع مالي بحث. نحن ممكن نخلص الاجراءات، ممكن نخلص الترقيم الوظيفي، لكن بالاخير عندي من المال. طيب في سؤال يا استاذ، في سؤال يا استاذ سالم، في ثلاثه توفوا من ضمن ال 2893. هؤلاء الثلاثه الان يعني اين محلهم في الاعراب؟ انا بقول لك، انا اي مشكله مثل هذا النوع، نحن اول اذا في مشكله عامه ما احتلت. كيف تحتل المشكله الخاصه؟ نعم. يعني انا في اول مره من السهل اذا في حل المشكله العامه احلها، المشكله الخاصه بنضارب بنهنا بنمسك الرجال كلها، لكن المشكله العامه على ما احتلت كامل. كانت تحتل قدوم مثل أليماتو. طيب في نظرك اذا احتلت، اذا احتلت المشكله، انا متاكد انها اذا احتلت المشكله العامه بعدين هذا سيندرج ضمن المشكله العامه. صحيح. انا معك يا استاذي فيها، ونتمنى استاذ سالم نحن متعاطفين معهم، نحن متعاطفين ونحن نتحرك للنهار بالتصريح مع اللي مندوبنا في صنعاء، لكن المساله بعض الاحيان مش قدنا. طيب اللي توفوا يا استاذ سالم، اللي توفوا هل مرتبه حكم حيستلموها قريب؟ ما احنا بنجلس مع الخدمه المدنيه مع الماليه عشان المساله لابد ان تستمر باذن الله. بحيث انهم يستلموا مع زملائهم. في المطالبه ان شاء الله بنشوف الوضع. لكي يستلموا مع زملائهم.
احنا ما لان هذا حق بالاخير حق لازم يؤخذ. اي نعم مو حق، صدقت صدقت. اشكرك يا سالم. انا حقيقه نحن يا استاذ يا استاذ نحن هؤلاء ابنائنا وارضنا في رقابنا ونحن لازم واضح ولا يعتقد ان احنا نحن عقبه في يعني. صدقت يا سالم. وانا استاذ سالم اشكرك حقيقه على مشاركتك واعتذر لك على بداية تقديمها لك، لكن شكرا لك أستاذ سالم، وأشكر أيضا أستاذ رمزي، وإن شاء الله نجد النور والحل لهذه المشكلة بإذن الله في القريب العاجل إن شاء الله، ليست لهذه فقط ولكن لجميع مشاكل المعلمين في جميع المحافظات الجمهورية اليمنية. أعزائي المشاهدين ألتقي بكم بعد الفاصل.